كنزة الإدريسية، سيدة جليلة من المغرب. من هي كنزة الإدريسية وما علاقتها بالحسن بن علي رضي الله عنه وتأسيس الدولة الإدريسية؟ التفاصيل تابعوها في الفيديو. كنزة الإدريسية، هذه سيدة جليلة القدر عريقة في المجد، اشتهرت بالدور الهام الذي لعبته في إرساء قواعد الدولة الإدريسية. إذ أن من المعلوم أن المولى إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وفد على المغرب بعد موقعة فخ المشهورة، وليس معهم من الأنصار إلا مولاه راشد. ولما كان لأهل البيت الكرام من الصيت الحميد استقبلته قبيلة أوربا البربرية، فأنزلته منزل الترحاب والتكريم، وآوته ونصرته، وتزوج من بناتها السيدة كنزة، فكانت ناصرة وساعدة له، وإن كان التاريخ لم يسر من أخبارها في تلك الفترة العصيبة إلا النذر اليسير، غير أنه كاف للدلالة على مدى نفوذها في الدولة الإدريسية، وخاصة حين وقعت الفاجعة بموت إدريس الفجائي وهو متربع على عرش المغرب بفعلة النماخ الشنعاء، فعز الخلف وأظلم الموقف. فهنا ذكرتهم الأميرة كنزة بحملها المنتظر، فما عليهم إلا أن ينتظروا بضعة أشهر فيأتيهم الخلف إن شاء الله. وظلت هي ومولاها راشد أثناء تلك الفترة ساهرين على شؤون الملك وتدبير أمور الدولة الواسعة، إلى أن وضعت الخلف ومولاه إدريس الثاني، فقامت بتربيته أحسن قيام وهيئته لتحمل أعباء الملك وهو طفل لم يتجاوز 11، حيث أخرجته لهم وأجلسته على كرسي الملك، وتقدم القوم لمبايعته في تلك السن المبكرة، وعليه مخايل النجابة وبوادر النبوغ والعبقرية، فحكم البلاد بمعونتها ومشورتها، وخط عاصمة ملكه مدينة فاس، وفتح الفتوحات، وازدهرت البلاد، وأظهر شخصية الدولة المغربية كاملة، فكان هذا من أعظم مواقف السيدة كنزة. ثم ترى لها موقفا آخر لما تولى حفيدها محمد بن إدريس ملك المغرب، وأخذ إخوته ينافسونه الأمر ويطمحون إلى مشاركته ومزاحمته، وآذن ذلك بشر مستطير وفتنة عارمة بين الإخوة، فتدخلت الجدة كنزة وأشارت على حفيدها باقتسام مناطق المغرب بين إخوته اجتنابا للفتنة وحفظا لأواصر الأخوة، فاقتسم المغرب كما أشارت، واختص كل منهم بإقليم، ولم تقع فتنة ولا ما يعرض الدولة للزوال. فهذه بعض الأدلة على الدور الهام الذي لعبته هذه الأميرة على مسرح السياسة المغربية آنذاك، بوصفها زوجة ووصفها أما ووصفها جدة، مما يؤهلها لأن تكون في مقدمة الأميرات المغربيات اللائي ساهمن في تدعيم الدولة المغربية. لا تنسوا الاشتراك واللايك والتعليق والجرس ليصلكم كل جديد.